تأهلت في المركز الثالث 12-800 صح؟ تكونوا في المركز الثالث. نعم. ايوه المركز الثالث 12-800. نعم. قلت لك هاي جهاز جدا صعب على اللاعبات وفي حسومات كثيره عشان كذي اللاعبه تفقد وايد اعشار نتيجه فسخ اليدين الرجلين الركبه المشط وضع الراس وصعوباتها توصل ل اف الانتقال من البار العلوي الى البار السفلي وهي الحين عندها انتقال من البار السفلي الى البار العلوي هاي صعوبته اي مع الدوران حول المحور نزولها موفق مع فتح بسيط في الرجلين والامشاط غير مفروده هاي تفقد عليه بعض الاعشار من وقت لك هي جهاز قوي ويبي له لاعبه قويه وثقه بالنفس اكبر عشان تقدر تجيب المستوى يعني اذا ما بتكون في نفس المستوى ما راح تعلى وايد نعم هذه إذن يالنا سيكولوفا من تشيكيا هناك لاعبتان تشيكيتان هناك كريستينا باليزوفا سنرى كيف سيكون دوران حول المحور مع اللفة وتغيير اليدين مع الفتح هني هاي الصعوبة صعوبتها اي لان لفة مع مسك تغيير وضعية اليدين على البار والانتقال من البار السفلي إلى البار العلوي أصعب من البار العلوي إلى السفلي صعوبته أي وقف حتى الخروج جيد يعني خروجها جيد ما فيها ثبات ما عندها نعم. أعشار وايد نتيجتها إذن يانا سيكولوفا 13-175 إذن سيكولوفا حسنت لأنها كانت